أهلا وسهلا فيكم، معاكم الوجيه HBO Max. منذ لحظة إصدار الفيديو الترويجي الخاص بمنصة HBO Max بدأت تكثر الأسئلة: متى راح تطلق الشبكة؟ كم أسعار الشبكة هذه؟ هل راح نستغنى عن نتفليكس ونكتفي بHBO؟ إيش الأعمال اللي راح تعرض داخل هذه الشبكة؟ هل راح يكون في أعمال أصلية خاصة بذي الشبكة أم لا؟ كل الأسئلة هذه بحاول أجاوبها معاكم في هذا الفيديو، وأتمنى إنها تكون معلومات قيمة قدر الإمكان. أول حاجة لازم تعرفوها إنه HBO Max راح تكون منافس شرس جداً جداً لنتفليكس، لأمازون برايم، لأبل تي في، ديزني بلس، لكل المنصات المشابهة. راح أقول لكم ليش. أول حاجة، عندنا شركة وارنر براذرز راح تكون كل أعمالها داخل هذه الشبكة، بمعنى إنه أي عمل لوارنر براذرز موجود في نتفليكس، موجود في أي منصة ثانية، راح يسحب ويوضع داخل هذه الشبكة فقط، ويصير حصري لشبكة HBO Max. إيش أشهر أعمال وارنر براذرز على سبيل المثال يا وجيه ممكن نعرفها؟ أكيد أشهر الأعمال اللي يعني كذا بس بقولها لكم بناء على معرفتي الحالية، ماني كاتب شيء، ثلاثية سيد الخواتم، ثلاثية The Hobbit، سلسلة هاري بوتر، ثلاثية باتمان كريستوفر نولان، إنسيبشن، The Matrix، شيرلوك هولم، هذه اللي تستحضرني حاليا، غير أعمال دي سي، سوبرمان، باتمان، أكوامان، The Flash، المسلسلات الخاصة بدي سي، كل الأفلام الخاصة بالسوبر هيرو المتعلقة في عالم باتمان وسوبرمان راح تلاقوها داخل هذه المنصة. والأهم من هذا كله الأعمال الخاصة بHBO، الأعمال اللي HBO أنتجتها زي Game of Thrones، True Detective، The Wire، Sopranos، Band of Brothers، وغيرها الكثير من الأعمال اللي ما تستحضرني حاليا، ولا كلنا عارفين إنه بمجرد ما نشوف شعار HBO على أي مسلسل نشعر بالثقة، لأنه أعمالهم غالبا تكون جدا قوية وتقييماتها عالية. غير الأعمال الأصلية اللي راح تنتجها شركة HBO بتكون حصرية جدا لهذه المنصة تماما. بعد كذا عندنا تكلفة الاشتراك الشهري. كم تكلفة الاشتراك الشهري لهذه المنصة يا وجيه؟ تكلفة الاشتراك الشهري المعلن عنها حاليا هي $15، بما يعادل 60 ريال سعودي تقريبا. هل هذا السعر يعتبر كويس؟ هل هذا السعر أغلى أم أرخص من نتفليكس؟ للأمانة السعر هذا هو يوازي سعر أغلى باقة في نتفليكس، ولكن لما تقارنه مقارنة بالأعمال اللي داخل شبكة HBO Max السعر منطقي جدا. 60 ريال راح تتابع كل الأعمال العظيمة هذه، غير الأعمال الجديدة، غير الحزمة الخاصة بالأطفال إذا عندك أطفال. أنا أشوف أن سعرها مرة كويس ومنطقي، لكن هل بيكون السعر هذا لأكثر من مستخدم؟ يعني أنا وإنت مثلا 4 مستخدمين يقدروا يشغلوا في نفس الوقت، أو 4 يوزرات، ما عندي أي معلومة إلى الآن، لكن راح تتضح معنا في المستقبل. السؤال الأهم من هذا كله، هل راح نضطر نستغنى عن نتفليكس أم لا؟ شوفوا أنا بتكلم لكم من وجهة نظري، ممكن أنها تضطر تخفض أسعارها، أو راح تضطر أنها تقدم أعمال جديدة، وممكن تجيب شركات أخرى تساهم معها داخل هذا المنصة اللي هي منصة نتفليكس، ممكن تحاول تجيب أفلام من برا ومسلسلات من برا من شركات أخرى بحيث أنها تقوي المنتجات اللي تقدمها داخل المنصة. لكن هل راح نضطر نتركها؟ أنا عن نفسي أقول ممكن نكون نتنقل ما بين المنصتين، يعني إذا في أعمال مهمة نازلة في نتفليكس الشهر هذا أنا أجل HBO Max الشهر ذا واشترك في نتفليكس، الشهر الجاي إذا ما في أعمال مهمة لا هنا ولا هنا أشوف أنا احتياجي فين، هل احتياجي في أعمال نتفليكس أم احتياجي في أعمال HBO؟ غالباً راح تقول HBO لأنها تحتضن الكثير من البرامج المهمة والمسلسلات القوية والأفلام القوية. فما أدري عنكم، لكن أتكلم عن نفسي، HBO Max فترة ممكن أشترك فيهم الاثنين، ما أعرف، لكن إلى ذلك الوقت أنا أقول لكم أنه راح نكون محتاجين إلى أكثر من منصة، لأنه الأعمال اللي تعرض هنا ما راح تعرض هنا، فأحياناً بنكون محتاجين شيء هنا وشيء هنا، ممكن نحتاج شيئين يعرضوا في نفس الوقت في منصتين، فبنلاقي حلول لا تشيلوا هم. أنت فاهمين اللي أقصده. إلى هنا تكون انتهت الحلقة، أتمنى أني ما أكون طولت عليك. لا تنسوا تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الإعجاب وتنشروا الفيديو على جميع أصدقائكم المهتمين بهذه المعلومة وأي معلومات مقدماً أو مستقبلاً عن الأفلام. تقدروا برضو تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي على اسمي الموحد وجيه أوتو، ونشوف بعض هناك ونسولف ونتبادل المعلومات اللطيفة. كان معكم الوجيه، أشوفكم على خير.